الزول في اللون الزول في تربع تنين وميدن يدوسين السا باش تسجلن وباش يسجلوا باش يهضروا ويتكلموا على حقيقة الأصالة والثقافة والتاريخ. إذن لأسباب عملية الزول في يغني زرن في الجميع اللي راهو يتفرج فينا ويشوفنا وباش يتعرف على حقيقة تاريخ الوطن، تاريخ تمزغة، تاريخ الشمال الإفريقي من أسسه وأصالته في معالم وأعلام. لهذا نبدأ الحصة تاع اليوم من خلال لأسباب عملية راح نتكلموا على حقيقة التاريخ بلغة الدرجة باش الناس كل يستوعبوا يفهموا حقيقة التاريخ، لأن كثير من الناس يدعون بما ليس لهم بمعرفة وعلم معرفة التاريخ، إلا أن هنالك غموض ينتاب كثير من المراحل التاريخية القديمة. فلنبدأ على حقيقة أصالة الشعب الأمازيغي. الشعب الأمازيغي في امتداده القديم يمتد إلى إيبيرو موريزيان، يعني الإيبيري الموريتاني كإنسان في قدم أكثر من 10,000 سنة، وكذلك في إنسان قفصة المعروف اللي ثبت بالمفهوم الأثري وجوده بين تبسة إلى الحدود التونسية داخل منطقة القيروان، وثبت القدم في بير العاتر وغيره من خلال الحضارة العاترية سابقا. من هنا نعرفوا بلي الإنسان هذا ينحدر من هذا الأصالة، وهذا جاء في كتاب لابريستوار ليتيود تاع ملكة حشيد، كذلك جاء في الدراسات تاع الآثار لفوي كربوني تاع 1972 دراسات حول الرماديات، وثبت من الرماديات كما نقولوا احنا الرماد، يلقاو الرماد تاع الانسان الاول باش يعرفوا اومو سابينس، يعرفوا الانسان حقيقه في القدم نتاعو في الشمال الافريقي بهذا المستوى. لهذا درسوا لقاو يمتد ديجا بين خنشله وتبسه وفي تلمسان وفي سطيف وفي الجزائر العاصمه، في كل مناطق الوطن الجزائري الغالي، وفي منطقه تامزغة هذه في امتدادها الواسع نتاع 10 ملايين كيلومتر مربع وأترافير الصحاري وشمال إفريقيا كل ثبت. من ضمن الثبات هذا اللي نذكره على الجزائر، نلقاو أنه ثبت ثبوت كلي أن الإنسان موجود بين 6700 سنة، هذا من خلال دراسة الرماديات. أما من حيث ملكة حشيد هي تقول بين 10,000 إلى 11,000 سنة في دراستها لما هو ما قبل التاريخ. إذن أصول الأمازيغ تمتد إلى هذا الفترة الواسعة الشاسعة عبر التاريخ القديم، يعني نتاع الشمال الإفريقي. من هنا كي نقولوا الإنسان موجود بهذا الشكل، يعني إنسان حضاري، إنسان وصل كان يستعمل النار، إنسان كان يستعمل بعض الأمور في الفلاحة، وبدأت المرة الأولى قبل الفلاحة كانت اكتشافات تاع الكوكياج، وثبت أنه استخدموا البيض تاع النعام للزينة، وكذلك في أمور تاع العائلية، وثبت كذلك لزيسكارغو المثقوبين كذا اللي يلقوهم في الرماديات اللي يلقوهم في المقابر في كل منطقة. لهذا إذا امتدينا في القديم راح نلقاو يعني قبل هذا الامتداد الأمازيغي الواضح كإنسان، راح نلقاو اسك الإنسان موجود في الشمال الإفريقي سابق لها. نعم، حيث أن الليبيباد يعني اللي يمشوا على زوج رجلين موجودين في عين صالح يمتدوا إلى 50 مليون سنة، أقدم منطقة على الإطلاق في كل الكرة الأرضية. أما ما جاء من الإنسان في الشمال الإفريقي، يعني بعد ما وقعت اكتشافات نتاع إنسان توماي في تشاد، وكذلك إنسان ليوسي في الحبشة، يعني إنسان تشاد 7 ملايين سنة، إنسان ليوسي 3 ملايين و 250 ألف سنة، نجولت إنسان في الشمال الإفريقي من ضمن الأوائل بين تنزانيا والمغرب يقع الإنسان الأول بعد هذا. وإذا عقبنا بين المغرب الأقصى وبين تنزانيا نلقاو الإنسان الآخر في الشمال الإفريقي في معسكر في تغني في يمتد إلى 500 ألف سنة قدما. هذا يثبتنا باللي الإنسان موجود حقيقة في القدم، إنما كوصول ثابتة للأمازيغية قلنا باللي تمتد إلى الحضارة القفصية إيبيرو موريزيا. من هنا كانت أصالة الأمازيغ ثابتة، إذن هذا بلاد قديمة وإحنا فيها من القدم، ما يقدرش واحد يقول عبر التاريخ ربما جينا. هذا السؤال لم يطرح على بقية المناطق في الكرة الأرضية، ما عدا في الجزائر والشمال الإفريقي اللي يطرح من أين أتينا. نحن من هنا كشمال إفريقي، وأصل شعوبنا إن لم نقل ربما أصل شعوب كثيرة، لأن
في سيون سيفي 1988 ثبت أن الأمازيغ هذا ممتدين من ضمن 34 أقدم شعوب الكرة الأرضية. هذه في دراسات تاع لاديان ولا بريستوار ولا أركيولوجي، عدة علوم جمعت وبحثت ودققت يعني تدقيق وتحقيق، وثبت أن الأمازيغ من الأصول الإنسانية والبشرية القديمة جدا في الكرة الأرضية. وإذا جينا للشيخ المسعودي المؤرخ المسعودي المؤرخ العربي الأول المصري، هو المصري في تاريخ الحضارة الإسلامية، لقوا يقول باللي الأمازيغ يمتدوا واحدة من سبع الأمم الأقدم في الكرة الأرضية في كتابه نتاع أخبار الزمان، وامتدت حتى في كتابه مروج داب. من هنا لقوا القدم الأمازيغ قدم طويل عريض يمتد إلى ما لا نهاية. من هنا نفهموا حقيقة الأمازيغ باللي هما أصلاء البلاد بلا نقاش، لأن كثير من الناس يعودوا يطرحوا لابوريجان، لابوريجان سي با لو باربار، سي تناقر في وسط الصحراء. نعم لو ناقر تاع الصحراء ثبت في دراسات ولده والدار في تاريخه 1400 في زمن ابن خلدون، ثبت كذلك أن الطوارق هذا امتداد القديم في كل ما تداخل من أصولها، أصله أمازيغي قديم ويمتد إلى أكثر من 3000 سنة، كما تمتد الكتابة أكثر من 3000 سنة، كما تمتد الحضارة إلى غير 7000-8000 سنة، بل إلى نيوليتي 10000 سنة. هذه كل أمور بينت أن حقيقة الأمازيغ هم أصلاء البلاد، سي لي زابوريجان لي زوتوكتون، يعني أصلاء نتاع تمزغة قدما وتاريخا ثم حضارة وثقافة، فلنأتي فيما بعد بهذه السلسلة في محاولة إثبات حقيقة كل شيء من المعالم والأعلام عبر هذه البلاد.